سلام. 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 بعد العلب انا مش ايش مرحبا دكتورة يونس.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعض من قبل القنابل الطائرات وهو يردد هبت رياح الجنة، وهو هنا في رام الله محاصرا ويردد شهيدا شهيدا شهيدا. هذا هو ياسر عرفات حبيبكم، حبيب هؤلاء الأطفال الأحبة. ياسر عرفات قائد هذه المسيرة الكبرى. المقياس بالنسبة لنا وفاء لياسر عرفات ليس فقط أن نذكر مناقبه، وفاء لياسر عرفات كيف نستعيد سماته، كيف نستعيد نهجه، كيف نكون أوفياء لمسيرته. ياسر عرفات، نعم، هذا الرجل الذي حرص على الوحدة الوطنية لتكون كل الشعب الفلسطيني يكون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية. ياسر عرفات الذي حرص أن تبقى وتكون هذه الثورة ملكا لكم، ملكا للشعب الفلسطيني. من أجل ذلك دفعنا دما من أجل القرار الوطني الفلسطيني المستقل. نعم، هذا ما أرساه ياسر عرفات، حتى لا تباع القضية في المزاد، حتى تبقى ملكا لهذا الشعب الفلسطيني، هذا الشعب الفلسطيني المناضل. نعم، أنتم أبناء ياسر عرفات، ياسر عرفات الذي حرص على الوفاء من أجل ذلك. منذ البدايات كان تواصل مع الشهداء. ياسر عرفات الإنسان، أريد أن أعرف حتى استشهاده إن كان هنالك طفل شهيد لم يحتضنه ياسر عرفات، إن كانت أم شهيد لم يطبع قبلة على جبينها. هذا ياسر عرفات أحباعه الأسرى. من أجل ذلك صنع مؤسسة العناية بذوي الشهداء والأسرى. نعم، كان على تواصل معهم، كان حريصا على كل شيء. من أجل ذلك حتى حينما وعلى نهج الشهداء، وهذا هو الأساس أيها الأحبة. ألا ترون أنه من أجل الحرية والاستقلال دفعنا ثمنا باهظا، شلال من الدماء، دماء الشهداء وعلى رأسهم ياسر عرفات. كم كبير من المعاناة، من معاناة الأسرى الأحبة وأنين الجرحى. من أجل ذلك نعاهد جميعنا ياسر عرفات أنه في مقابل هذا الثمن، هذا الثمن الباهظ، لا يمكن أن نقبل مقابلا له إلا حريتنا فلسطين. أبو عمار الذي لم يخف يوم الحديدي
عليك. كل ساعة ترد لي أمي. شمل هذا ما شاء الله عندك. صاير ما شمل من أشمالنا. صاير من سهراتنا. رح صوته يا أسد عم. أسد. على فلسطين فوق الكوت. أسوار الكوت. ثلاثة الكوت. لكنها بعيدة. وراها قريبة. عندها نصارى حتى نصف عندها. نقعد العالم ابو عطوان ما شاء الله عليك شوي يلا شوي خلونا ايوه شوي يلا ابو عمار ابو عمار يا شمسا اضاءت ليلى فلسطين يا بندقيه الجهاد والثائرين يا ناصر الظلم والمظلومين شعبك يبحث عنك بين سهول البساتين ها هم ها هم يبكون عليك الشرفاء والمجاهدين في كل حين وحين تمتلئ الدموع في العيون ويعلو صوت الأنين على فراقك أيها القائد العظيم هاي تبكي عليك مدن فلسطين القدس ونابلس وجنين وتقول أين حامي ديار المسلمين أين حامل غصن زيتون أين الذي لم يرضى يوما أن يعيش شعبه مظلوم ذهب أبو عمار ولكنه ما زال نجما ساطعا لفلسطين ذهب أبو عمار ولكنه ما زال الأب الأعظم للاجئين ذهب إلى جنة الخلد مع الصديقين هذا جزاء كل قائد عظيم يا قائد الأمة وقائد فلسطين سوف يبقى اسمك خالدا في قلوبنا متلبسا ليالي الحشود بارك الله فيك الله ولدو قد صارت زلزالا تحت الأحلام واندلعت في الجسد النار صنعت من السماء غيما ودخانا فمن قال إن الياسر قد مات فالأرض والحرب والبنفقية تعرفه كما تعرفه صواعد الأطفال إنه الجاسر إنه الجاسر الكاسر قهر الأندال رجل عرفته شوارب بيروت وبيوت أبا عمار الرجل الصعب والرقم الصعب والقرار الصعب الياسر فارس تخطى بجواده وبشعبه كل محال فمن قال إن الياسر قد مات يا أيها الزعيم يا صانع المجد العظيم يا أيها الزعيم تكلم يا صانع المجد العظيم تكلم يا من على يديه القيد الخطاب يا أيها الختيار يا سيد الكلان أنت عائد أنت عائد إلينا فاسمع اسمك كيف يصرخ هناك في النقب وهناك في عسقلان أرض الغضب واسمع اسمك قبلة في نفح جسمك سيدي السائر أبا الجوار يا والد الكبار والصغار كل الشعب قد كتبها لك مرة فالأسرى والجرحى والشجر والحجر وكل في نفسي ومن خلف القضبان صرخت صرخت انفجرت أنت إلينا عائد أنت إلينا عائد فمن قال أن الياسر قد مات وكيف يموت وهو حي فينا فأنت باق فينا للأبد الروح والجسد أنت منا جميعا مغروف في جنب هذه الأرض أنت لحركة فتح ولفلسطين نور ونور فكلنا أبو عمار فكاذب من قال أن الياسر قد مات كاذب من قال أن الياسر قد مات كاذب من قال أن الشهيد قد مات على روحك السلام يا أبا الثوار